السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة ومع ضيفة مميزة. راح أقول لكم ليش مميزة من خلال الحوار. رحب فيك زينة الداودية، حياك الله. مساء الخير، يا هلا وغلا فيك. الله يسلمك. سعداء طبعا بتواجدك في الدوحة اليوم، وأنا كذلك، ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. زينة الداودية، أنا قلت للمشاهد عندك تميز طريقة الكمان هذه. أيوة. كلمينا عن هذه التجربة، خلينا نبدأ من حسك. أول كلمة أنا كان أشكرك أخ فواز على استضافتك لي في هالبرنامج لكي يكون لي تواصل مع الجالية المغربية والعربية. نعم. وثاني شيء بالنسبة للإجابة على التميز هذا، كي يبقى اجتهاد لكل فنان. الحمد لله أنا ابتديت بالعزف على البيانو، من بعد عزفت على الكمان، والحمد لله كان عزف على كل الإيقاعات ما شاء الله، وهذا يبقى حماس لأني عمري ما درست ولا دخلت سولفيج ولا حتى حاجة ما شاء الله. ولعبة كرة قدم هذه رياضة ما شاء الله، يعني ما شاء الله رياضة جسدية شاملة. لكن الفن رياضة روحية. الله الله يسلمك. طيب زينة، طبعا أنت انتقلتي من حتى الاسم إلى زينة الداودية من الموشحات الدينية إلى فن الرأي إلى فن الشعبي. غيرتي يعني؟ ليس بتغيير لكن اجتهاد، يعني لا أحب أن أضل في مكاني، يعني حلو. أحب الاجتهاد، أحب أن الشكل، يعني لا بد للفنان أن يكون له بصمة. جميل. مو كل سنة، مو يعني شيء كل سنة تشبه السنة، يعني لازم يتغير الإنسان مع الموجة، مع اللوك، مع يبقى. طيب زينب، في التغيير هذا هل حصلتي صعوبة؟ لقيتي صعوبة طبعاً، مثلا من الأهل أو من طبعاً الأصدقاء؟ طبعاً الصعوبة كانت من أول مرة، يعني مشي من أول ما اخترت أن نغني الفن بصفة عامة. أيه. الوالد الله يرحمه كان مرافض الفكرة بصفة عامة، وقال كلمتين يعني، يا الفن يا الدراسة والبيت. اخترت الفن، قال برا. يا الله الله يرحمه مسكين، الله. ما كانش قابل بالمرة. وبعد أنا مشيت بهدف أني ضروري غادي نغني، وكنت مولوعة بفن الراي وبالمرحوم الشاب الجزائري شاب حسني الله يرحمه. غنيت أول أغنية كتبتها ولحنتها اسمها يما لا تلومينيش إلى كرهت وهجرت الدار. الله. إيه هاي من كلماتك؟ إيه. يعني أنت شاعر بعد؟ مو شاعرين، هكتب شوي شوي إذا جاء. شلون الكلام شو يقول؟ يما لا تلومينيش إلى كرهت وهجرت الدار، شكوى للرب العالي هو العالم باللي صار. الله الله الله. يعني هذه كانت أغنية على حياتي، وهالأغنية الحمد لله ضربت في المغرب، وبها رجعت عند الوالد، وكان
هذاك الوقت كان مسكين مريض وطريح فراش وسامحني والحمد لله. قال لي أنا كنت عارف أنك إذا درتي هدف بين عينيك ما غاديش ترجعي حتى تحقيه، وأنا راني ماشي أنجبت بنت، أنا أنجبت راجل، أن أنا أخت لخمسة شباب يعني خمسة دراري وثلاث بنات، وخدت لأن كانوا البنات متزوجين والشباب لا، وخدت من الشباب أكثر ما شاء الله الحمد لله. طيب بعد هذا الحدث اللي صار لك وما شاء الله عليك مسكتي الخط، مسكت الخط فن الراية، وقدرتي أنك ترضين العائلة الحمد لله، وحاولتي أنك توصلين لون معين. إيه؟ أنت عنيدة زينة ولا؟ جدا. آه. إيه جدا، يعني لازم توصلين اللي أنت تبينه براسك لازم يصير. لا مش اللي أنا أبيه، لكن يمكن أحس أشياء في قلبي يعني أحسها أنها جيدة، كان أبغي الجمهور يشوفها، كان أبغي الجمهور يعرفها عن قرب يعني فقط. طيب ستايل الكمان هذا اللي تعملينه كأنه ربابة، هل هي مقصودة ولا جات معك صدفة ولا كيف؟ لا مقصودة طبعا، لأن أول شيء العناد كيف ما قلتي أخ فواز، العناد كان هو أول مرأة تعزف الكمان وسط الرجال يعني وسط الريايل يعني. نعم. أنت تقولوا ريايل صح؟ يعني مرأة وسط الرجال هذا صعب عندنا في المغرب. ممكن المرأة أنت تعزف مع النساء مع الحرمات، بس مع الرجال صعب. هذا كان هو العناد الأول، وكان هو يعني خط على على ذراع يعني شو تسمونه أنتو يعني، خذ وقت معك يعني، خذ الصعوبة، الصعوبة كبيرة وخذتها حمل كتير كبير على على ذراعي، بس ربك كريم كان الحمد لله. هل كان معك فريق؟ هل كان معك مدير أعمال؟ كان معايا الله كريم والنعم بالله. أكيد يعني بس يعني أنت ما تثقين مثلا بمسألة مدير الأعمال؟ لا أثق، لأنه كان عندي مدير أعمال هي مرأة وكتسكن في فرنسا، وانجبت طفل وهذا هو اللي خلانا نتفارق، لأن لابد لها أن تقابل الولد وتفارقنا، وما زلنا مثل الأصحاب أو الأخوات. طيب الحين ما عندك إدارة أعمال؟ لا عندي يلا ابتدت اسمها لمياء. نعم. ابتدت في الميدان معايا عندها 3 شهور. حلو. الحين زينة يمكن موضوع السوشيال ميديا يخدمنا كفنانين مثلا عن إدارة الأعمال وعن الجو التقليدي اللي كانوا يسوونه، ولا لازم في إدارة أعمال؟ لازم لا ضروري، ضروري من إدارة، لأن الفنان لازم فقط يعطي وقته للاجتهاد للجديد. ماذا سيعطي للجمهور؟ الجمهور ينتظر جديد يعني، ماذا ستقول؟ أين الكلمة؟ أين اللحن؟ أين المواضيع؟ لازم الفنان يكون في راحة تامة، راحة كاملة. أما الماديات فلازم أن يكون هناك يعني لازم أن يكون هناك إدارة. نعم. هي اللي تدير هذه الأعمال الإدارية. عندك خيال مول حسابهم محققون، لا تبكوا مرة ينوب معايا موما، باغي جنني واللح هيطيني للروما، ويدي للي عجبه ولا قاعة مفروضة. عندك خيال مول حسابهم المحققون، لا تبكوا مرة ينوب معايا موما، باغي جنني واللح هيطيني للروما، ويدي طيب ايش رايك في تجربه سعد المجرد بما انه من جيلك او خلينا نقول من نفس هو اللون؟ مني هو اصغر مني منك وحبيبي يا سعد، اخوي الصغير، وكنت اتمنى له حظ طيب لانه يستاهل
قلبه طيب ويستاهل فنيا ويستاهل كل شيء. أكيد أكيد ما في شك، بس أنا أقصد أنه هل سهل لك الطريق في انتشار الأغنية المغربية؟ لا بالعكس، أنا كان جي قبل ما يتشهر سعد. يعني أنا عند كان لا في الأغنية الحديثة اللي الحين أنتم ماشيين عليها. لا أنا شعبي، أنا ما مشيت في حتى طريق، حتى أعطيني ساكي شعبي عزفت فيها كمانجة، شدي ولدك يا خالة عزفت فيها كمانجة. يعني أنا ما مشيت في حتى شيء موجة، وقبل كنت كنجي للإمارات للبحرين، يعني شيء أول مرة يعني بقطر أوكي، بس بالعرب جيت. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. طيب هل عندك تعاونات قادمة سواء مغربية أو عربية أو؟ إن شاء الله عندي ديو ديتو يعني إن شاء الله مع فنان كبير. الله والله العظيم. إيه برافو. ما حبيت نحرق المفاجأة، لكن كنظن أنها غادي تعجبكم. وكيف ما قلت تذكر يا فواز، إيه؟ اليوم إن شاء الله إذا بقينا في الحياة، إيه؟ وطال الله في العمر، بتشوفوا فنان كبير راح يغني بلغته وأنا بغني بالشعبي. الله. فنان كبير جدا والحمد لله بغني بالشعبي. إذا ما يصير نلمح ولا ها؟ هو بالنسبة للعرب كبير، يعني بالنسبة أيوة. للعرب كبير. طيب تسمحين لنا نطلع بفاصل؟ إيه طبعا. مشاهدينا ما شاء الله أنا نسيت نفسي صراحة، فاصل قصير ونرجع لكم. ناوي بابا ميمون ميمون يا رمي هو شو لا هو يلقي ناوي ياوي ياوي يلقي ناوي يلقي ناوي جرسونا يلقي ناوي داز على حمان يلقي ناوي عوجا بلا جاي شي حاجة يلقي ناوي ياوي ياوي جيب خاس يلقي ناوي يا غاغا بامبارا يلقي ناوي بامبارا بامبارا داوي حالي عودة جديدة لكم مشاهدينا الأحبة مع ضيفتنا المميزة، لاعبة كورة، ملحنة، شاعرة، فنانة، تعزف كمان، ما شاء الله عليك زين. الله يطول عمرك يا فوز. اي والله. الله يطول عمرك. طبعا ما شاء الله عليك تجيدين اللغة العربية بطلاقة، يعني انا مرتاح لاني ما درست اكثر، يعني ما درست فاهم عليك مع اني عملت مع فنانين من المغرب العربي، كان في بعض الكلمات تفوتني طبعا. هذه الحين اللغة ما خلتك مثلا تفكرين انك تعملين اغنية عربية او خليجية؟ خلينا نقول ان شاء الله انا افكر انه الخليجي يفهم الشعبي. ايه هذا هو العناد الاخير. لا مبين العناد مبين من البداية، بس غادي يكون اغنية شعبية، غادي تكون مفهومة، لغة مفهومة لكن ايه. بالشعبي المغربي. حلو. لان لازم حتى العرب او الخليج بصفة عامة يحاولوا يجتهدوا يفهموا ماذا نقول، يعني ماذا تقول داودية، ماذا يقول فلان، ماذا تقول فلانة، مثل ما احنا في المغرب يعني نبحث ونجتهد ماذا يقول هذا الهندي، هذا اللي يغني يعني موسيقى حلوة يعني ماذا يقول، ونبحث عنها في هذا اللي في المترجم يترجم لنا هذا الشخص اللي انا حسيت في موسيقى او فنه شيء روحي ماذا يقول. الحب اذا انا باذن الله وفقني ربي وخليت ان العرب يحبوني سيبحثون ويجتهدون ليعرفون ماذا أقول. حلو حلو الله يوفقك. طيب كلمينا عن عطين الساقي بغي الباب مرة تانية. كلمينا عن هالأغنية اللي عملت ضجة في الساحة الفنية والله ما كانت في المغرب. في الحسبان يعني
والله ما كانت في الحسبان، يعني هي أغنية كعدة أغاني. أنا غنيت في الريبرتوار، يعني في تاريخي غنيت عدة أغاني جريئة، لكن هالأغنية عندها ملحن وعندها كاتب كلمات. أنا فقط غنيت، فقط أديت الأغنية، وكان عندها تناقضات كثير، يعني كثير لقيت. أحياناً الواحد يبحث عن الاستفزاز المتلقي على أساس الانتشار. يعني أنت كنت مفكرة في هذه النقطة مثلاً؟ لا لا، خلنا نستفز الشارع المغربي. لا لا بالعكس، تصير ضجة. ولا عمر كان عندي هذا التفكير. حلو. لا عمر ما كان. يا رب العالمين يدري ويعلم ما في القلوب. أنا هالأغنية ما فكرت حتى ناحية سلبية، بالعكس فكرت إنها كوميك، يعني ضحك. أضحك، أقول صاحبتي أعطيني شنطتي أبي أتزين باش كل الناس تشوفني حلوة وكل الناس أعجبهم، أنا الإعجاب كل الحاضرين. ما أخذت الأفكار اللي يقولونها، ويلا مش مشكلة، حتى هادو اللي تاروا الجدل وخدموا الأغنية. خدموا الأغنية أكيد. هذا شيء ذكي منك. صح طبعا. والله صح. بس أنت مش حاسة أن مثلا موضوع اللغة المغربية الشعبية هذه، طبعا أنا أحييك على هذه الأسرار، لكن مو خايفة أن مثلا تبطئ انتشارك عربيا؟ بصبر، الصبر يموت. يعني الفنانة مثلا سميرة سعيد ونحييها من خلال الشاشة. ايه طبعا نحييها، فنانة كبيرة. يعني هي قدمت الأغنية العربية. نعم. وخدمت اللون المغربي. ايه انت شايفة أنها خدمتها ولا؟ ايه طبعا خدمت اللون. طبعا هي من الأوائل طبعا. بس قعدت فترة هي يمكن ما غنت المغربي، غنت الألوان العربية. سميرة كانت تطعم اللون المغربي. بل كانت فنانة من الأوائل المغاربة اللي غنوا الأغنية المغربية. صح. من أوائل أيضا اللي غنوا الأغنية الخليجية. إيه صح. وبتضل فنانة كبيرة يعني بالمغرب العربي كله. صحيح. يعني أنت تشوفينها أضافت للون المغربي. إيه طبعا. طيب ليش ما تأخذين سكتها أنها هي غنت العربي وغنت ال هذه سكتها مو سكتي. يا الله عنيدة. لا بالعكس، لا بالعكس، هي فنانة كبيرة على رأسي، لكن الفن الشعبي ممكن أن يصل إلى قلوب كل العرب، لكن تدريجيا، كأنك تربي طفل. صح. ما الطفل لا يكبر في وقت وجيز، يعني لابد له من سنة وسنتين. يعني على ما يقول كلمة ماما أنت تفرح، هذا اللي بيكون إن شاء الله تجربتي الجديدة إن شاء الله. بإذن الله. يا رب يا رب. عطيني ساكي ولا غلبان اليوم زوينة شعر زعا حلفة ساكي وندير حالة فوق الشالة كل شي غاوتي المسادة عطيني ساكي وغنبا شعر زعا عطيني ساكي وبغنباك وبغنبان اليوم الزوينة شعر زعا عكار أحمر حلبة نوين أروان عطيني ساكي وغنباكي بغنبان اليوم الزوينة شعر زعا عكار أحمر حلبة نوين أروان هو ندير حالة بالرجالة كوشي طيب تكلمنا قبل فاصل عن موضوع التعاونات. نعم. قولي لنا شنو مشاريعك؟ أنا طبعا قلتي فنان كبير إن شاء الله. خليجي ولا؟ لا لا مش خليجي. لا مش خليجي. طيب قريبا يعني ما كاينش وقت إن شاء الله، غادي تعرفوا إن شاء الله. حلو حلو. نتمنى من الأغنية أنها تضرب، لأن فعلا متنوعة وأول مرة حصري يكون إيقاعات، يعني كيفاش يعني كيف نربط ما بين إيقاع وإيقاع والجنسيات مختلفة. الله. والمياه يعني ولهجة مغربية شعبية ولهجة أخرى بين قوسين. ما راح نعلمك مفاجأة، تعلمني إن شاء الله. زين. أيوة. أيضا تعاونات ثانية فيه إن شاء الله، مشاريع ثانية إن شاء الله. عندي تور، يعني عندي سهرات بأمريكا إن شاء الله فيها سبع ولايات،
وعلى هالأسبوع اللي جاي إن شاء الله غادي ينزل سينجل ديالي جديد إن شاء الله. الله الله توفيق. يلا هي كلمينا عنه، إيش اسم الأغنية ولا؟ والله هي اسم الأغنية ما غاديش نقدر حتى نقوله لأن على حساب التعاقد مع الشركة لازم يكون هذا سر، لكن إن شاء الله عنده يومين وينزل العنوان على حلو على الصفحة الرسمية. الشاعر الملحن حابة تتكلمي عن الشاعر أو الملحن؟ أي طبعا أتكلم، هو الموزع الكبير جلال الحمداوي اللي عمل أغنية صافي صافي للفنانة أسماء المنور اللي كان هدي لها التحية ما شاء الله، وعمل أغنية المعلم لساعة المجرد الله، وهو الملحن والموزع والكاتب لهالأغنية إن شاء الله الجديدة اللي غتنزل إن شاء الله هالأسبوع. وهل فيها نفس الفكرة أنها تأخذ كلمة مثلا تعلم بالناس ولا؟ كلها شعبية لكن إيقاع غير، يعني ممكن يرقص عليها واحد من الشينوا، واحد من الصين، واحد من الهند، ممكن يرقص على أي واحد. الله يعني الله، لأن كيف ما قلت لك الميزان، يعني لما يجي واحد يرقص ما بيرقص على الكلمة، يرقص على الميزان. بس يهم الكلمة الإيقاع اللي هو أول كلمة، يعني إحنا بنسميها مثلا الفلاش أو الفيه. إذا حبيتي الإيقاع راح تبحث عن الكلمة عنيدة زين جدا. بالعكس لا لا جدا لا, لا بالعكس بالعكس ما شاء الله عليك. طيب زين انت مع السوشيال ميديا؟ اي معها طبعا، في الموجة هذه ماشية. ايه طبعا طبعا، عرفت كثير فنانين خصوصا مع الشركات اللي بتنتج كم واحدة يعني قفلت وراحت لحالها، لانه خلاص ما بقاش البيع وشراء، لانه اليوز بي يعني الموبايلات خلاص ما بقاش السي دي يعني شغال، USB تعمل فيها أكثر من 100 أغنية، صاحب الشركة شنو غادي يعمل يعني خلاص. صح صح، يعني الانترنت عنده فضل كبير على الفنان. جميل جميل، متواصلة مع جمهورك طبعا، بتردي الحمد لله، يعني أنا إذا عملت لك لايك راح تردين علي إن شاء الله. طبعا طبعا، على راسي على راسي وعيني نتشرف. بحاول أن أكون عند حسن كل ظن الجمهور، بحاول على قد ما أقدر إذا كان في وقت نجاوب، إذا ما جاوبتي سامحوني، لأنها لا بالعكس أكيد تكوني مشغولة وعندك الحين بعد، وصعب أنك تجاوب 1,400,000 واحد، صعب. صح، ممكن ساعتين في الأسبوع بجاوب، بس تقدر تجاوب 50-60 على أكثر شيء. أنا صراحة يعني مشاهدين أنا عرفتها عن قرب، الله يطول عمرك، متواضعة جدا، الله يسلمك، ترضي الكل صراحة، الحمد لله، هذه شهادة صراحة. الله يطول عمرك فواز، الله يطول عمرك، أتمنى لك التوفيق، وأنت بعد شاكر لك أيضا إتاحت هذه الفرصة الطيبة معي، وأنا كذلك تحت لي فرصة كبيرة وأنني نتواصل مع الجمهور الرائع والطيب لهالقناة هذه. الله يسعدك، الله يسلمك، الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. شكرا شكرا لكم، شكرا، مع السلامة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله. وقيل برصاوي ولا خويا ريالي انا بعد خزاوي يا واش انت برصاوي يا 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 ولا انت يا ريالي يا يا واش انت رجاوي يا 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 ولا خويا بيضاوي يا 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 واش انت ودادي ولا بحالي خزاوي يا يا واش انت برصاوي من عينينا إلى الزول بلاد بيدعوي بيدعوي هجا ولا ويدان نحن من عينينا إلى